السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من قرية سانت كروس في مقاطعة صفق في عمق الريف البريطاني شرق بريطانيا، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود، حيث نكمل في هذه الحلقة بعض ما بدأناه في الحلقة الماضية مع مؤسس موقع الحقيقة ويكيليكس جوليان أسانج. جوليان، مرحبا بك. ما الذي تنوي فعله حال استئناف محاكمتك في 11 من يناير القادم؟ هذه مسألة إجرائية. ما هو مهم هو أن هذه القضية قد نقلت من مقرها الحالي وهو محكمة عادية في لندن إلى محكمة تتعامل بقضايا الإرهاب في لندن. هل تخشى من تسليمك إلى السويد أو إلى الولايات المتحدة التي تعد الآن مذكرة اتهام بحقك؟ أنا قلق جدا بشأن هذه المسألة، ومحامي أيضا قلق بأنه يبدو بأن هناك محاولة لتوجيه تهم لي بالتآمر بارتكاب التجسس في الولايات المتحدة وبتهم أخرى، وهذا الأمر معروف وعلني. فوزير العدل الأمريكي إريك هولدر قد صرح بأنهم يسيرون في عملية تحقيق، كما أن أعضاء من وزارة العدل صرحوا بذلك، وجو بايدن وصفني بأنني إرهابي أمتلك تكنولوجيا رفيعة المستوى. إذن فهذا أمر مقلق، كما أن هناك فريق عمل مكون من 120 شخصا من وكالة الاستخبارات الدفاعية والإف بي آي ووزارة الدفاع، أعلن عنها قبل 3 أشهر، وهي فريق عمل متخصص بالتحقيق في ويكيليكس، كما أن سي آي اي أعلنت عن فريق تحقيق خاص بها، والحكومة الأسترالية أيضا أعلنت عن فريق تحقيق مناهض للويكيليكس، وهو يشرك مجموعات متعددة من الحكومة بما فيها الشرطة الفيدرالية ووكالات استخبارات محلية وأجنبية والجيش. إذن فهذا كم هائل من العمل التحقيقي يضخ بغية أن تتمكن الولايات المتحدة من إنقاذ ماء وجهها من هذا الإحراج بسبب هذه التسريبات. هل وصلوا إلى لائحة اتهام أم أنهم يعدونها لك الآن؟ إنهم يقومون بالتجهيز للائحة الاتهام، وقد قيل لي بأن هناك هيئة محلفين سرية تقوم بالتحقيق في منطقة ألكسندريا، وهي تقوم بذلك الآن، كما أن هناك هيئة محلفين تقوم بالتحقيق بشأن برادلي مانينغ، وهو مصدر المعلومات الاستخبارية المزعوم. من خلال الضغوط على برادلي مانينغ، هل لك به أي علاقة أم هم يريدون أن يربطوا بينك وبينه؟ إن تقنياتنا مصممة بحيث لا يكون هناك علاقة وربط، فنحن لا نعرف من يبعث لنا المواد، وهذه أفضل طريقة لإبقائها سرية. عند التعامل مع وكالات استخبارية لا يمكن أن تبقي المعلومات استخبارية سرية عن الجميع، ولذا فإن تقنياتنا كما قلت تأخذ المعلومات ولكن تنحي جانبا المصدر الذي أتت منه هذه المعلومات، فنحن لا نعرف من أين تأتينا، ولكن قيل لنا كما أن محاميه صرح بأن حالته أصبحت أسوأ وأسوأ، فهذا شاب لم يمثل أمام المحكمة واتهم بتقديم أشياء ومعلومات للصحافة تظهر انتهاكات الولايات المتحدة لبعض القوانين وحكومات أخرى، لذا فهو سجين سياسي، وهناك محاولة لإجباره أن يصل إلى مرحلة يصبح عندها منهارا نفسيا وسيكولوجيا، وهناك تعذيب من خلال المعاملة التي يعامل بها لكي يعترف بنهاية الأمر بشيء لم يقم به، وبأنه يقوم بمؤامرة معي بأن يكون جاسوسا. لكنك لم تقم مع مانينغ أي علاقة؟ لا، ليس هناك علاقة. هناك ضغوط الآن، بعض المعلومات تتسرب عن وجود ضغوط على مانينغ لتخفيف الحكم عليه مقابل أن يقر بعلاقة معك، هل لديك معلومات عن هذا؟
في الحقيقة ديفيد كومز محاميه صرح علنا بأن هناك ضغوط تمارس عليه، فهم يرفضون أن يتركوه ليمارس التمارين الرياضية في خليته أو مكان اعتقاله، وبهذا فقد أصبحت حالته سيئة جدا. ومن زاروه يقولون أنه في العادة شاب ذكي ولامع وقوي، ولكن الآن بدأت حالته في انهيار نتيجة الضغوط التي تمارس عليه. هناك معلومات عن اعتقال بعض المتعاطفين مع ويكيليكس أو المتعاونين معك في الولايات المتحدة، هل لديك معلومات عنهم؟ نعم، هناك مضايقات مستمرة تمارس على مدى أشهر ضد من يشتبه بأنهم متعاونون أو متعاطفون مع ويكيليكس أو من يحاول أن يجمع المال للدفاع عن برادلي مانينغ. وقد شهدنا مؤخرا حالات في جامعة ماساتشوستس للتقنيات، وهي MIT، وهي جامعة عريقة محترمة في الولايات المتحدة، ومورس الضغوط عليها. وقد كان هناك أحد أفراد هذه الجامعة طالب أتى من المكسيك، وقد نقل من على متن الطائرة، وتم التحقيق معه من قبل وكالة الأمن الداخلية الأمريكية، وقد أخذوا حواسيبه وهواتفه. وذات الأمر حدث مع عدد من الناس الذين كانوا يدعموا ويكيليكس أو يحاولوا أن يجمعوا المال للدفاع عن برادلي مانينغ، فعند عبورهم الحدود أخذت منهم أمتعتهم. وعندما خرجت من السويد في 22 من سبتمبر أخذت أمتعتي مني، بالإضافة إلى 3 حواسيب مشفرة صودرت مني. فهذا النوع من المضايقات ضد الناس عند عبورهم الحدود أصبحت أمرا عاديا في هذه المسألة، وذلك لأنه على الحدود هناك قوانين خاصة تطبق تجعل من السهل أكثر مصادرة الأمتعة والهواتف حجة بأن هذه لأغراض الجمارك، ولكنها ليست كذلك، ولكنها لمضايقة هذه المنظمات ومنعها من النشر. معنى ذلك أن هناك حرب حقيقية ومعركة حقيقية بين السلطات الأمريكية وويكيليكس والمتعاونين معها؟ نعم، هذا صحيح. الولايات المتحدة والبنتاغون دعا هؤلاء الأشخاص، وهم 120 شخصا، لكي يحققوا بموادنا، وسمتها غرفة حرب على الويكيليكس، وهذه حرب آتية منهم، ونحن نحاول أن نعمل بشكل مسؤول. هذه المنظمة لم تقرر بأنها تريد أن تهاجم الولايات المتحدة، ولكن عندنا مبادئ أخلاقية بسيطة تنص على أنه إن أتى الناس لنا وقدموا معلومات تكشف عن انتهاكات فإننا سننشرها وسوف نساعد هؤلاء الناس على نشرها. والناس أتوا لنا من كينيا تحدثوا عن انتهاكات هناك، كما أتوا لنا من أفغانستان وكشفوا عن سلوكيات من قبل طالبان، كما أنهم أتوا من نيوزيلندا ومن أماكن أخرى ومن الولايات المتحدة. ولذلك فنحن نعامل هؤلاء الناس الذين يقدمون لنا المعلومات الاستخبارية معاملة سرية، ونقدم من خلالهم كل هذه المعلومات للجمهور، ونحن نقوم بالنشر. نحن ننشر كما هو الحال في العادة، والآن نرى هجوما هائلا يشن ضدنا من قبل ليس كل الولايات المتحدة، ولكن من قبل شبكة القوة في الولايات المتحدة، والتي انتشرت إلى شركات وحلفاء في المملكة المتحدة وفي أماكن أخرى في ودول في الناتو. ما هي الأدوات التي لدى الإدارة الأمريكية في حربها على ويكيليكس؟ وما هي الأدوات التي لدى ويكيليكس للدخول في هذه المواجهة الغير متكافئة؟ نحن نعلم عندما كانت حالات في الاتحاد السوفيتي حيث يؤخذ الصحفي من بيته في جنح الظلام، ولكن الأمور في الغرب أصبحت أكثر تقدما، فالآن يسلبون الصحفي بيته من خلال هجمات مالية، ولهذا
رأينا هذا يتكرر، وقد رأينا ضغوطا من وزارة الخارجية على سبل دفع الفواتير على الإنترنت مثل ماستر كارد وفيزا وباي بال وأمازون والبنك السويسري ليقطعوا كل علاقاتهم معنا، ليس من خلال سبيل قانوني أو إجراء من المحكمة، ولكن من خلال ضغوط سياسية. تكثيف الينابيع التي تمدكم سواء المالية أو التي تستخدمونها في نشر المعلومات. نعم هذا صحيح، وقد فاتني بنك وهو بنك أوف أمريكا، ليس هناك أي معاملات مالية من أي من زبائنه مع أي شخص يعتقدون بأنه يتعامل معنا، وقد رأينا أيضا قطع خدمة الإنترنت عنا، وهذه الأجمات على خدمة الإنترنت منذ البداية، منذ بدأنا القيام ببوابة الكيبل بدأت هجمات على خدمات الإنترنت لإخراجنا عن الإنترنت وقطعها عنا، ونتيجة لذلك قام أنصارنا في كل أرجاء العالم ونحن ببناء أكثر من 2000 موقع إنترنت مختلف تحمل المواد عبر بوابة الكيبل لمقاومة هذا النوع من الهجمات. تنشر ما لديكم من معلومات؟ نعم هذا صحيح، كل موقع من هذه المواقع عنده نفس المعلومات، فهم يهاجمون اسمنا الأصلي وموقعنا الأصلي ويقومون بهجمات أحيانا فيها تفاصيل وسبل جزئية. على سبيل المثال مؤسسة راو هاون وهي مؤسسة خيرية في ألمانيا، ولأعوام كانت مؤسسة خيرية والآن أصبحت تصنف في ألمانيا بأنها غير خيرية، وذلك لأنها بدأت تساعد على تقديم أموال وتبرعات لنا. في أستراليا أيضا الحكومة الأسترالية بدأت تدقق في الضرائب التي هي علي، رغم أنني لم أعش في أستراليا لأربعة أعوام. كل هذه الآليات التي تهدف للمضايقة تسخر لوقفنا، بعض المواقع أيضا على الإنترنت توقف. ما هي قدرتك على تحمل هذه الحرب العالمية ضدك وضد موقع ويكيليكس؟ ما نمتلكه نحن هو دعم الناس. هل هذا كافي؟ أعتقد أن الناس يجب أن يصبح أكثر تنظيما، كما أننا نحظى بدعم من دول هي ضحايا للولايات المتحدة. هناك دول في الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية الذين كانوا ضحايا للولايات المتحدة، هذه الدول رغم أن عليها أن تكون حذرة لأنه ما زالت تمارس ضغوط عليها من قبل الولايات المتحدة ومن قبل شركات السلاح وهكذا، ولكنها تدعمنا. الرئيس لولو أدلى بتصريح مؤيد لنا، كما أن فيدل كاسترو أدلى بتصريح قوي يدعمنا. إذن فهؤلاء الأشخاص الذين هم نوعا ما مستقلون في دولهم يقدرون على الإدلاء بتصريحات كهذه مثل لولو وفيدل كاسترو، رغم أنه خضع لضغوط من الولايات المتحدة لأربعين عاما، لكن في كل أرجاء العالم الناس يدعموننا والناس يظهرون دعمهم لنا. المشكلة هي أن هذه الهجمات تجعل من الصعب على هؤلاء الناس أن يدعموننا، إذن فهم يمنعون الناس من أن يقدموا لنا التبرعات لكي يمنعوننا من أن نستمر بعملنا الذي يهدف إلى النشر باستخدام وسائل دفع مثل الفيزا والماستر كارد وهكذا. فهذه محاولة لوقفنا عن عملنا ولوقف الناس من أن يقدموا الدعم لنا، ولكن سيكون هناك سبل تمكن الناس للتغلب على هذه الصعوبات. فالناس بدأوا يقدمون فيديوهات وأفلام وثائقية بالعشرات إن لم يكن بالمئات، وقد رأينا هذا. ما قدرتك على الاستمرار في هذه المعركة غير المتكافئة؟ نحن يمكن أن نقوم بهذا من خلال حشد المزيد من الناس ومن خلال أن يكون هؤلاء الناس أكثر ذكاء، فبنهاية الأمر عندنا خصم لا يمتلك ما نمتلكه نحن، فنحن نمتلك الحقيقة ونمتلك السمة والشخصية الخيرية،
كما أن من يدعموننا هم أناس خيرون. وكما رأينا في أفغانستان، فأفغانستان هي الدولة الأكثر فقرا في العالم، وتقريبا كل أوروبا والناتو في أفغانستان بالإضافة إلى الولايات المتحدة، قوتان عظيمتان الناتو والولايات المتحدة معا يحاولان أن يخضعا الشعب الأفغاني الذي يعيش في الدولة الأكثر فقرا في العالم على مدى 9 أعوام، ولم ينجحوا في ذلك. لماذا؟ بسبب شجاعة الشعب الأفغاني وبعض الدعم من باكستان، وأيضا لأن الشعب الأفغاني يؤمن باستقلاليته ويؤمن بأن قضيته عادلة، كما أن الجندي الأمريكي ليس سعيدا بكونه موجودا هناك. ماذا تريد من الولايات المتحدة يا جوليا؟ أريد من الولايات المتحدة أن ترتقي إلى قيمها العليا المثلى، وهي قيم الآباء المؤسسين في الولايات المتحدة: حرية التجمع وحرية الصحافة والتساوي أمام القانون وسيادة القانون. هذه هي أسس الدستور الأمريكي، وحان للمؤسسة العسكرية في أمريكا وواشنطن أن تطبق الدستور والقانون، وحان الوقت لتطبيق تصريح هيلاري كلينتون عندما حصلت مشكلة بين جوجل وواشنطن. هيلاري كلينتون خرجت بتصريح قوي يقول بأن تدفق المعلومات الحر يجب أن يتم، ويجب أن يتم هذا بتفاهم بين الطرفين يستند إلى التفاهم السلمي. إذن فهذا تعامل بين دولة كبيرة ودولة صغيرة. الولايات المتحدة يجب أن ترتقي بالتالي إلى دورها التاريخي الداعم لحرية الصحافة وهذه القيم، وهذا شيء لم تفعله إلى الآن وفشلت فيه. لكن الولايات المتحدة تتهمك بأنك دمرت علاقاتها مع حلفائها، دمرت علاقاتها مع الجواسيس الذين يتبوؤون المناصب سواء في الدول العربية أو غيرها، ويدلوا بالمعلومات إلى السفراء الأمريكان وإلى المسؤولين الأمريكان، دمرت الدبلوماسية الأمريكية. أما تعتقد أنك بهذه الطريقة دخلت في حرب غير متكافئة وستخسر في النهاية؟ أعتقد أنه وللمرة الأولى هناك أمل حقيقي في الدبلوماسية، وذلك لأن ما تقوله هذه الدول مع بعضها للولايات المتحدة وما يقوله السفراء في هذه الدول لواشنطن وللCIA، كل هذا بدأ الآن يكشف، وهذا يعني بأن هناك الآن تساوي في هذه اللعبة، فالناس بدأوا يروا ما الذي تريده الولايات المتحدة وما الذي تريده هذه الدول، وهذا هو أفضل أرضية للتفاوض. خلال الحرب الباردة الوضع أصبح أكثر خطورة عندما كان هناك انعدام في المعلومات، فالكل كان خائفا لأنه لم يعرف ما الذي سيفعله الطرف الآخر وما هي قدرات الطرف الآخر، ولكن عندما بدأ الناس يعرفون ماذا يريدون من بعضهم البعض وعرفوا قدراتهم، عندها كان هناك أرضية حقيقية للدبلوماسية وللتفاوض. يعني أنت أطلعتني الآن على قبل البرنامج على بعض الوثائق المرعبة التي تظهر أن كثير من المسؤولين والموظفين العرب كانوا يتطوعون بالذهاب إلى السفارات الأمريكية أو إلى المسؤولين الأمريكان للإدلاء بمعلومات ربما عن زملائهم، عن دولهم، عن رؤسائهم، عن الذين معهم. هذه الأشياء حينما تنشر ستدمر منظومة كثير من الدول، وستظهر كثير من هؤلاء على أنهم أقل ما يوصفون به أنهم خونة لبلادهم ولشعوبهم. نعم، هناك أنواع كثيرة من الخونة ليس فقط في الدول العربية ولكن في الدول الغربية. وفي دولة أستراليا هناك مسؤولون رفيعو المستوى يذهبون إلى السفارة الأمريكية وهم يعملون مع مكتب
رئيس الوزراء الحالي يذهبون إلى السفارة الأمريكية على مدى أعوام يكشفون ماذا يجري في بلادنا. ليس هناك شك بأن هؤلاء خونة سياسيون ويجب أن يكشفوا. موقفنا كمنظمة يتمثل في أننا لا نؤمن بعقوبة الإعدام، ونحن نؤمن بالإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق القانون، ولذلك سنكشف الأسماء فقط لهؤلاء الناس إن كنا نضمن حقا بأنهم لن يقتلوا، وإن وضعوا أمام المحكمة كخونة بأن تتم هذه العملية ضمن الإجراءات القانونية السليمة بحذر. واخترنا هذا المنهج الأخلاقي القانوني لأنه يطبق على كل الدول. لا يمكن أن نقول لن نكشف أسماء الناس من كوبا ولكننا سنكشفها من أستراليا، ولن نقوم بالتمييز بين مصر وهولندا على سبيل المثال. إذن فنحن بحاجة إلى طريقة متسقة ثابتة، وهذه هي الطريقة السليمة. إذا نشرت هذه الوثائق دون أسماء كما فعلت في وثائق العراق، كل جرائم العراق وأفغانستان ستقيد ضد مجهول، لأن الذين ارتكبوا الجرائم تم محو أسمائهم. ما قيمة الوثائق بدون أسماء؟ نحن سننشر الأسماء في كل حالة يمكننا ذلك. في كل حالة لن يؤدي فيها هذا إلى أن يموت هذا الشخص أو يقتل أو أن يقاضى بطريقة غير عادلة. هناك في كثير من الحالات كشفنا أسماء لأناس ارتكبوا جرائم وتم التحقيق معهم، ونتيجة لذلك إما أنهم نحوا من الحكومة أو طردوا من شركة ما. لذا فنحن نؤمن بالعدالة، والعدالة في الغالب تتطلب أسماء الأشخاص الذين يرتكبون الانتهاكات والخروقات أو الخونة. هل محاكمتك تعتبرها جزء من الحرب على ويكيليكس؟ الظروف في المحكمة نعم بكل تأكيد، والملابسات. إن كنا نتحدث عن المحاولة لتسليمي للسويد، أنا قلق بأنه إذا ما سلمت إلى السويد فسوف أسلم للولايات المتحدة، وقد رأينا أشياء غريبة في هذه القضية وملابساتها. هل تعتقد أن هناك قضايا أخرى تعد الآن وستجد نفسك تعيش في دوامة من الملاحقات القضائية؟ نعم، في استراليا، في اوروبا، في امريكا، في كثير من الدول، وتستنزف طاقتك وطاقه المحامين الذين حولك والذين يدعمونك في هذه القضايا. اسمع منك الاجابه بعد فاصل قصير. نعود اليكم بعد فاصل قصير لمتابعه هذا الحوار مع جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد بلا حدود من قرية سانت كروس في مقاطعة صفاق في عمق الريف البريطاني، حيث نكمل حوارنا مع مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج. جوليان، كان سؤالي لك قبل الفاصل عن سلسلة الملاحقات القضائية التي يمكن أن تبدأ ضدك في دول مختلفة. ما الذي ترصده عن الملاحقات التي يمكن أن تتعرض لها خلال الفترة القادمة؟ لقد كان هناك أكثر من 100 هجوم قانوني في الأعوام الأربعة الماضية، وكان هناك نجاح في التخلص منها، والآن القصة مختلفة. فقد كانت هناك ضغوط تمارس من الولايات المتحدة على أستراليا لمحاولة أن تجد سبيلا لتهاجمني قانونيا كمواطن أسترالي، وكرد وزير العدل الأسترالي أشار إلى ضرورة إلغاء جواز سفري، ولكنهم تراجعوا عن ذلك لأنهم أرادوا أن يوقعوا بي ويمسكوا بي. لكن الشعب الأسترالي هو الذي وقف ونهض وأجبر الحكومة الأسترالية على عدم فعل ذلك. فقط من خلال الشعب الأسترالي استطعنا فعل ذلك. فقد كان الشعب الأسترالي غاضبا، وقد قام بعمل يدعو إلى مساندتي، وهناك ضغوط تمارس على هذه الدولة أو تلك من الولايات المتحدة. في 11 من أغسطس آب من هذا العام تلقينا معلومات
من وكالة استخبارية تفيد بأننا علينا أن نقلق وأن نهتم بشأن خمس قضايا مختلفة وأن نراعيها. الحكومة الأمريكية كانت تطارد مانينغ وتحاول أن تقدمه للقضاء وتحاول أن تحتوي ما سننشره لاحقا، والولايات المتحدة عرفت بأنه على الأرجح لم يكن بإمكانها قانونيا، لأن قانون الجاسوسية صدر في 1917 ومن الصعب تطبيقه عليك. 1917، نعم، منذ الحرب العالمية الأولى، ومن غير المعتاد أن يطبق هذا. هم يعدون الآن لتغيير القوانين وربما البحث عن طريقة لملاحقتك. نعم، هناك قانون الآن يدفع به إلى مجلس الشيوخ الأمريكي لكي تسمى ويكيليكس تهديد عابر للقارات، ليستخدموا ذات الهجمات التي استخدموها ضد القاعدة. فهم يسموننا مقاتلين أعداء ويستخدمون ذات الهجمات ضدنا، وبذلك لا يطبق القانون علينا، وبذلك يمكنهم أن يخطفونا. وهذه أمور مخيفة. هذه المعلومات الاستخبارية التي تلقيناها تنص على أنهم سيحاولون أن يهاجمونا بطريقة غير مباشرة، وسيحاولوا أن يزرعوا مخدرات في أمتعتنا عندما نسافر ونتنقل، كما أنهم سيضعوا معنا مواد إباحية ضد الأطفال، بالإضافة إلى إخراطنا واتهامنا بأعمال إباحية وجنسية غير أخلاقية، وذلك لكي نفقد الدعم الشخصي من الناس. فإن بدا وكأننا نهرب المخدرات أو نتعامل بالإباحية، عندها يمكن لهم أن يهجموا علينا بسهولة، لأنه لم نحظى بدعم الناس عندها. وأنت أشرت إلى ذلك، وصفك بأنك إرهابي تستخدم التكنولوجيا الحديثة. توم فلانجان كبير مستشار رئيس الوزراء الكندي طالب الرئيس الأمريكي باغتيالك، أوباما باغتيالك. كيف تشعر وأنت الآن كل السهام عليك؟ وما زالوا قبل بضعة أيام على فوكس نيوز بعضهم دعا إلى اغتيالي وقال إن لم نستطع اغتياله قانونيا يجب أن نقوم بذلك بشكل غير قانوني. هذا ما دعا إليه، اغتيال وجريمة قتل غير قانونية لي وللموظفين العاملين معي، وهذا أمر مخيف وجدي. عادة لا ترى أمور كهذه على التلفزيون، فقط ربما عن أسامة بن لادن وليس عن أي شخص آخر. المرشحة السابقة قالت إنك تعادل أسامة بن لادن بالنسبة للإدارة الأمريكية. نعم، ويجب أن أطارد كما يطارد أسامة بن لادن، وردي كان بأنني سأتمتع بعشرة أعوام إضافية من الحرية. ما مدى قدرتك على الاستمرار في هذا؟ يعني ويكيليكس، هل هي جوليان أسانج أم أن ويكيليكس الآن أصبحت شيئا يصعب أن يسيطر عليه الأمريكان أو غيرهم؟ بالتأكيد سنظل وسنبقى، نحن ما زلنا عندنا خطط وقد تم تشغيلها. عندما زج في بالسجن في السجن الانفرادي لعشرة أيام، كل يوم استمرينا بالنشر في المواد عن طريق الكيبل جيت أو بوابة الكيبل، لذا لا يمكن لهم أن يهددوا هذه المنظمة بقولهم إنهم سيهددوني. أنا لن أتوقف لأنهم يهددوني، وطاقمي لن يتوقف أيضا. فعندنا 2000 موقع منتشرة في كل أرجاء العالم، كما أننا ضمننا بأن بعض المواد الأكثر حساسية وأهمية في المستقبل، كما أن المواد التي نشرت في السابق بصيغتها المنقحة ستكون جاهزة لكي تنشر إن كانت هذه المنظمة لن تستطيع العمل. عندنا 100,000 نظام دعم منتشر بطرق مشفرة لا يمكن الدخول لها إلا من خلال كلمة سرية، وهذا ليس تهديد من هذه المنظمة، بل إنه ضمان بأننا نفهم أهمية ما ننشره وما سننشره تاريخيا، ونفضل أن ننشر
هذه المعلومات بطريقة حذرة، ولكن إن أجبرنا على موقف يجبرنا على أن تضاع هذه المعلومات عن التاريخ أو أن تنشر بطريقة غير حذرة، فإننا نختار الخيار الأخير، لأننا نعرف بأن هذا على الأرجح سيساعد الناس في كل أرجاء العالم من خلال نشرنا لهذه المواد بطريقة غير حذرة وبدون النظر في التفاصيل بشأن حماية الأسماء من عدم نشر هذه المواد. فهناك فرصة لإحداث إصلاح وعدالة في كل العالم نتيجة المعلومات التي ننشرها والتي يقدمها لنا مصادرنا في العالم، ولن نقبل أبدا بأي حال يجعلنا غير قادرين على أن نفي بالتزاماتنا لهؤلاء الناس الذين قدموا لنا المواد، فنحن سوف ننشر. قل لي بصراحة، هل لازالت تصلك معلومات رغم كل هذه الضغوط والحصار والملاحقة التي تتعرض لها؟ هل لازال هناك أناس يمدونك بالمعلومات والوثائق السرية إلى اليوم؟ نعم، كل يوم. لا تعتمد على كون عندك رصيد قديم، دائما عندك تجدد في الرصيد. نعم. هل يمكن أن تضرب لي مثل بآخر وثائق وصلت إليك خلال الأيام الماضية؟ نحن لا نتحدث أبدا عما سننشره بالتحديد، وهناك سبب وجيه لذلك. فعندما نتحدث عن منظمة ترتكب انتهاكات على سبيل المثال وبشكل محدد، تصبح هذه المنظمة جاهزة للتلاعب في الإعلام، وهذا أمر نحن لسنا سعداء بشأنه مع النيويورك تايمز. على سبيل المثال في الكيبل جيتس فهمنا بأننا بحاجة إلى أن نعمل مع منظمات إعلامية أمريكية، فهذه المواد هي من وزارة الخارجية الأمريكية، والأمريكان يجب أن يروها بالتالي، والأمريكان يجب أن يفهموا ما تقوم به حكومتهم. لذا فنحن عملنا مع النيويورك تايمز، ولكن في النيويورك تايمز قبل أسبوع من النشر أخذت ما ستنشره من هذه القصص وقابلت البيت الأبيض وقدمت له هذه المواد. هذا عنا أن البيت الأبيض كان أمامه أسبوع كامل لكي يكتب رده للناس المعنيين والمسؤولين، وأن يشغل آلته الإعلامية بالشكل القوي. ولذا فإننا حذرون جدا بشأن ما نقوله بالتحديد عما سننشره. وأيضا عندنا معلومات عن القطاع المالي والشؤون العسكرية في الشرق الأوسط. قل لي هذه الجوانب العسكرية في الميدل إيست. ليتل، قليل. الكثير من المعلومات حقا. فعندنا مواد عن شؤون في وسط أوروبا وهي مهمة أيضا، كما أن عندنا مواد عن الإرهاب ومكافحة الإرهاب وعمليات مكافحة الإرهاب، وكيف أن برنامج الترحيل السري كان يعمل. عندنا الكثير من المعلومات، وعندنا قدر كبير من المعلومات حتى أنه كثير علي أن أقرأه. لكن لعلك تطلع على الجانب العام على الأقل. عندنا قدر هائل من المعلومات، حتى موظفونا لا يجدون الوقت الكافي لقراءتها. ولهذا نحن نعمل مع منظمات أخرى. عن الحكام العرب والحكومات العربية، ويعني كثير من الوثائق التي تحدثت حتى عن سلوكياتهم الشخصية. هل هناك المزيد من الوثائق عن الحكام العرب والحكومات العربية؟ نعم، الكثير منها. على سبيل المثال عن مصر، هناك 7415 وثيقة تذكر الرئيس مبارك رئيس مصر. نعم، تأكدنا من هذا للتو. كل هذا سينشر تباعا. نعم، ستنشر. هل لا زالت تأتيك معلومات من وزارة الخارجية الأمريكية، من وزارة الدفاع الأمريكية؟
عندنا الكثير من التسريبات آتية من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الأمريكية والجيش الأمريكي. يعني ليس برادلي مانينج وحده الذي كان يرسل معلومات. واضح بأن هناك كثيرين آخرين. نحن كنا ننشر مواد عسكرية أمريكية مهمة جدا حتى قبل أن يلتحق براد مانينج في الجيش. ونحن ننشر تقارير بشأن مواد عسكرية حتى بعد أن دخل السجن. هل لديك وثائق مهمة عن النفط العربي والتلاعب الذي يتم في النفط والسرقة والنهب وغير ذلك؟ نعم. بشكل يثير الاهتمام هناك الكثير من البرقيات المتعلقة بالنفط وكيف يتم التعامل بالنفط، ولم نرى تركيزا على هذا من خلال شركائنا الإعلاميين مثل لاموند ودير شبيغل والنيويورك تايمز للأسف، وهذا لأنهم قلقون بشأن قضايا أخرى، ولكن هناك قدر كبير من المعلومات متعلقة بالنفط. وما نراه من هذه البرقيات هو أن السفارات الأمريكية قلقة ومهتمة بشكل أساسي كبير بإسرائيل وإيران والاتحادات العمالية أو النقابات، وهذا أمر من الحرب الباردة، ولكن يبدو أنه في هذه المؤسسات أمر يناقش، بالإضافة إلى التجار بالسلاح، ليس لوقف آخرين من القيام بذلك ولكن لبيع المزيد من الأسلحة الأمريكية، بالإضافة إلى التجسس بتقنيات رفيعة المستوى، وهذا يشكل بين 60 إلى 70% من كل البرقيات الأمريكية. هل نشر هذه الوثائق سيغير وجه العالم في تصورك؟ سوف يغير تصور الناس بشأن كيف أن القوى الكبرى والإمبراطوريات الغربية تعمل وتشتغل، وهذا سوف يؤدي إلى آثار إيجابية نافعة، لأن الناس يمكن أن يتعاملوا مع العالم كما هو ولكن ليس كما يتخيلونه، هذا يسهل عليهم. ولا أعتقد أنه قد كتب عن هذا الأمر، ولكن نرى الآن كيف أن هذه المواد توضح كيف أن العالم يعمل ويدور. ونتذكر ذاك الخطاب الذي ألقاه أحمدي نجاد في الأمم المتحدة، حيث قام ممثلو الدول الغربية وخرجوا أثناء الخطاب من القاعة. هناك برقية وجدناها لا تتعلق بخطاب أحمدي نجاد ولا تتعلق بإيران، ولكنها تتعلق بما خرج من السفارة في السويد. السفير السويدي لدى الأمم المتحدة استدعي إلى السفارة الأمريكية وطلب منه أن يفسر ماذا حدث. أنت اتهمت السويد في هذا الجانب بأنها لها علاقة استخباراتية بالولايات المتحدة لا يعلم عنها البرلمان السويدي شيئا. نعم، نحن نشرنا برقيات وفيلم وثائقي من 44 دقيقة مع التلفزيون السويدي بشأن هذه العلاقات الوطيدة السرية، حيث يقال إن السويد هي عضو في الناتو ولا حديث عن هذه المسألة، بالإضافة إلى علاقات وطيدة بين الاستخبارات السويدية والأمريكية، ولكن هذا الأمر غير معروف حتى من أناس في الحكومة السويدية. فهناك اتفاقيات تشاطر معلومات استخبارية سرية لا يطلع عليها لا أعضاء في الحكومة ولا البرلمان، لأن هذا ينتهك الدستور. هل لديك أيضا وثائق تتحدث عن أجهزة الاستخبارات في الدول العربية وعلاقتها بالسي آي إيه وإعطائها معلومات للسي آي إيه أو اجتماعات مع رجال السي آي إيه أو ترتيبات بين الأمريكيين والحكومات العربية؟
نعم، هذه الأمور تذكر من وقت لآخر في كل البرقيات التي نشرت وستنشر، وبسبب طبيعتها بأنها من سفارات وهي ليست مراسلات من وكالة استخبارية مع أخرى، ولكنها سفراء يتحدثون عن الترتيب ربما لاجتماع بين هذه الوكالة الاستخبارية وتلك، أو أناس كبار في الحكومة يتذمرون أو يشكون بشأن وكالة استخبارية مع ما، أو يتفاوضون بشأن كيف أن الوكالات الاستخبارية ستبدأ بتبادل المعلومات فيما بينها. في حالة أحمد نجاد في الأمم المتحدة، السويد كانت هي الرجل المؤشر في الأمم المتحدة، والمندوب السويدي في الأمم المتحدة تآمر مع ألمانيا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى بأن يستمع إلى الحد الذي يتحدث عنده أحمد نجاد عن أمور مهمة مثل المحرقة أو اليهود. عندها السويد ستعطي الإشارة وكل الدول الغربية معا ستخرج. اجتماع الجمعية العامة الماضية، وهذا ما حدث، وهذا يتحدث عن قصة ما حدث. ثم كان هناك خلاف، رغم أن السويد اختارت لأنها دولة محايدة حسب ما يفترض، ألمانيا ودول غربية أخرى خرجت وبدأت الخروج حتى قبل أن يتحدث أحمد نجاد عن المحرقة وحتى قبل أن يتحدث عن اليهود. لذا فكان هناك خلاف أو فرق. السويد كانت قالت لم نعطي الإشارة، وعندها نرى ورأينا كيف أن هذا الخروج الجماعي خلال خطاب أحمد نجاد تم تصميمه وهندسته من خلال أن تقوم السويد بلعب رجل المعطي للإشارة. هناك الكثير، هذا الذي أجده مثيرا للاهتمام ولكنه لم ينشر بعد. هناك معلومات تشير إلى أنه في حالة اعتقالك وسجنك أو لا قدر الله اغتيالك أو قتلك أو التخلص منك، هناك كم من الوثائق السرية جدا 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 سوف يتم نشرها على الفور، وأنت تحتفظ بها في بعض الأماكن السرية. ما حقيقة هذا الأمر؟ وأنك ستكون هناك فضائح كبرى أكبر من كل ما يمكن أن يتخيل الناس من الوثائق عن الأمريكان وغيره. هذا صحيح، ليس إن كنت في السجن، ولكن إن كان أنصار ويكيليكس في كل أرجاء العالم والذين أعطوا مفتاح حل شفرة هذا الأرشيف الداعم الكبير، إن كان هؤلاء الناس يروا بأن ويكيليكس لم يعد باستطاعته العمل وأنه قد خضع لهجمات كبيرة أو بسبب عملية اغتيال أو هجمات كبيرة أدت إلى أن الناس العاملين معنا يسجنوا أو أن شبكاتنا الحاسوبية يتم اختراقها في كل مكان وحجبها وحظرها، أو أن هناك هجمات متزامنة على موظفينا في كل أرجاء العالم في الوقت ذاته، هذا يعني أننا لن نكون قادرين على الاستمرار بالنشر. ولذلك أعلموا وأخبروا بأنه إن حدث هذا وإن كنا في موقف لا نستطيع الاستمرار بالنشر، فإن على هؤلاء الناس أن يبدأوا بالنشر لصالحنا، والسبيل الوحيد لذلك هو من خلال النشر مفتاح حل الشفرة. كم عدد هذه الوثائق الخطيرة جدا؟ في هذه المختارات هناك الملايين. ما محتوياتها؟ لا يمكنني أن أجزم إلى هذه الدرجة بخلاف كل ما تحدثت عنه، ولكن يمكن أن أقول إنها فيها مواد كثيرة حساسة غير منشورة، وهذا يعكس ما نحصل عليه في العادة، وهو نعم نحن نحصل على معلومات من الولايات المتحدة ولكن أيضا من كينيا ومن بريطانيا العظمى ومن روسيا، وهذا مهم. لذا ينبغي على كل الحكومات أن تعلم بأنه إن اغتيل جوليان أسانج غدا فلن تكون هناك وثائق تنشر عن الولايات المتحدة فحسب، ولكن سوف يكون هناك وثائق تنشر
عن روسيا وعن الصين وعن إيران ومصر وهكذا. لذا فهذا أمر مهم لأن هناك منشورات قائمة ويجب أن نحميها. هذه ستسبب صدمة في العالم أكبر من كل ما سببته خلال الفترة الماضية؟ نعم، هذا سيخلق صدمة كبيرة في العالم، ولكن هذا ليس السبيل الأفضل لخلق إصلاحات طويلة الأمد، ونحن عندنا خبرة في هذا. إذا ما أطلقنا كل البيانات والمعلومات على الإنترنت مرة واحدة عن قصة ما، عندها تحصل صدمة كبيرة أوليا ولكنها تنخفض فجأة، والسبب هو أن كل صحفي وكل مؤسسة إعلامية تظن أن كل مؤسسة إعلامية أخرى وكل صحفي آخر سوف يكتب قصة عنها، لأنهم يتنافسون مع بعضهم بسرعة، ولذا لا يتمحصوا ولا يعمقوا بحثهم، وفي الغالب لا يكتبوا قصة ما لأنهم قد يعتقدوا بأن الصحفي الآخر سيكتب عنها. في هذه الحالة بالتحديد إن كان هناك نشر كبير، فلنقل بعد اغتيالي أو بعد أن تصبح منظمتنا غير قادرة على العمل، هذا مختلف، لأن هذا نوع من النشر الهائل نتيجة لعمل منظمتنا سوف يستقطب اهتماما كبيرا وتحقيق وتدقيق، لأنه الأمر الأخير. أنك تعد الآن لنشر مذكراتك خلال الأشهر القليلة القادمة. نعم، ما هي المفاجآت التي ستكون في هذه المذكرات؟ هناك الكثير من المفاجآت في هذه المجموعة، وآمل لها أن تصحح بعض الخرافات بشأن هذه المنظمة وبشأني، وأن تظهر فلسفتنا الحقيقية وبوضوح بطريقة أحيانا لا نحظى بها. رغم أنني معك الآن في برنامج قصير، هذا لا يكفي. قل لي باختصار، ما هي فلسفتك في الحياة يا جوليان؟ هذا الجواب ليس لنشر كتاب، ولكن أقول إن عندي مبادئ شخصية وأفكار، وهي أن الشجاعة معدية، وإن ما قمت بعمل شجاع فإنك تستقطب آخرين ليقوموا بعمل شجاعة أيضا، وأن الشجاعة لا تعني بأنك لا تشعر بالخوف، بل إن الشجاعة هي التغلب على الخوف، وأن تكون حذرا في فهمك لطبيعة العالم وسيرته، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لفعل ما هو شجاع بالفعل. أنت لا تهرب من الخوف ولكن تواجهه، وأن تقوم بفهم كيف يعمل العالم وكيف هي بنيوية العالم، عندها نستطيع أن نعمل لجعل العالم أكثر عدلا وأن نجعله مكانا أفضل. وأنا أتحدث عن الرجال لأنني رجل، فالرجال مفوضون، ومن خلال فهمهم لكيفية سير العالم وبنيوية العالم أن يعملوا بطريقة لجعل العالم عادلا وأن يجعله مكانا أفضل. وأن الرجال أيضا، وأكرر أنا أتحدث عن الرجال لأنني رجل، إن الرجال مفوضون بالقيام بهذه المسؤوليات، وأن يسخروا مواهبهم وقدراتهم لتعزيز ودعم العدالة بدلا من أن يكابدوا من أجل الثراء والغنى فقط. وهذا ليس صعبا أبدا، فإن كنت قد حظيت بتحصيل تعليمي أو أنك عندك خبرات في مجال ما، فعندها تمتلك الموارد والقدرات اللازمة، والتي لا ينبغي لك فقط أن تكابد باستخدامها لتحصيل المال فقط. هناك أناس ليسوا محظوظين وأجبروا على أن يكون واحد منهم على سبيل المثال حارس أو يعمل في الشرطة أو في الجيش ليعيل أهله. أنا لا أنتقد هؤلاء الناس أبدا،
ولكن هناك آخرين يمكنهم أن يفعلوا أمورا كثيرة، ولذلك أعتقد أن على هؤلاء الناس حقا أن يبذلوا جهودهم لجعل العالم أفضل وأكثر عدلا. فعندما أنظر حولي في العالم وأرى عناء الناس فإنني أشعر بالألم، لأن هذا هو عالمي، ولا أحب أن أرى أي إنسان يعاني في هذا العالم. فعالمي هو عالم أكثر سعادة لا يعاني الناس فيه، لذا فأنا أفعل ما بوسعي للتخلص من كل هذه الظروف الشائنة بكل القدرات المتاحة لي، وأن أبذل كل ما بوسعي للعمل من خلال ويكيليكس ومنشورات أخرى لتحقيق ذلك. أخصص أكثر من حلقة للحديث معك عن فلسفتك وأفكارك ونظرتك للحياة، وأيضا أخصص حلقات أخرى حينما تنشر مزيدا من الوثائق لا سيما عن الحكام والحكومات العربية. جوليان أسانج، أشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به، وسعدت باليومين اللذين قضيتهما قريبا منك هنا. شكرا. كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم. في الختام أنقل لكم تحية فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود من مقاطعة صفد في عمق الريف البريطاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.